في عدم الأشياء، لكن أنا ما أنا ما قدمت حتى عملاء، أوكي؟ يعني في الأول، يعني فيما بعد تجي قضية، يعني قضية يعني الفتيات، قضية يعني صحفيات، وقضية كذا وكذا، لكن في الأول واش كان يقولون لي مني أني نوثق علاقاتي مع المسؤولين في الجامعة، خاصة رئيس دائرة الموظفين ورئيس دائرة الخزينة، يعني البادجت يعني المالية، وأيضا عميد الجامعة السيد صالح جبيلي، ومن قبل كان صالح حروبية من قبل اللي راه الآن وزير التعليم العالي، لأن طلعها عليه لأن من رأس من رؤساء الأزمة في الجزائر. كريم، عندي سؤال في هذا النطاق من فضلك. هل تظن أن المنصب الذي كنت تشتغل فيه كعميل ومخبر في الجامعة، هل تظن أن هذا المنصب موجود في كل الجامعات الجزائرية؟ لا أظن أن يمكنكم التأكد من الأخ، أوكي؟ لا أريد ذكر اسمك حفاظا على سمعتك، أوكي؟ وأيضا احتراما لك، سوف أذكر فقط احتراما لقناة رشاد، أوكي؟ لا أريد ذكر اسمك، فقط إذا كان هناك أي واحد في الجزائر في نفس وضعيتي، أوكي؟ فليتقدم ويقدم شهادته. لا، أنا سؤالي ما كريم ماهيش تصغيرا لما قمت به، أنا أريد أن أفهم هل المخابرات دخلت في كل الجامعات الجزائرية ووضعت جاسوسا أو عميلا عنده نفس البروفيل كما تقريبا؟ لا أوكي هي أكيد المخابرات كانت بتركز مهامها على الجمعيات، أوكي؟ أولا كان فيه أمور يعني كثيرة، يعني الواحد يعني ما يقدرش يعني يحتاج تصورها. أولا كان فيه الجمعيات، الجامعات، المنظمات وكذا وكذا، لكن أنا نتحدى أي واحد يقدر يقول باللي كان بنفس الدرجة اللي كنت أنا فيها، يعني مش من باب يعني تكبر أو أي شيء، حاشا لله، لأني تبت نصوحة، وهذا سوف نعود إليها لاحقا، لكن نظن باللي المخابرات استغلت بعض الأطراف في جامعات أخرى، لكن جامعة باب الزوار هي معروفة أكبر جامعة في الجزائر، وكان فيها طلبة أجانب، وحسب إحصائيات 89-90 كان عندنا حوالي بين 22 و25 ألف طالب. كريم، عندي سؤال من فضلك. كي تدخل الجامعة سنة أولى، أنا أتذكر لما دخلت سنة الأولى كنت طفل، كيفاش كانت رد فعل تاع العميد عندما يرى سي كريم مولاي يدخل سنة أولى ويولي؟ لا من فضلك لا تناديني بالسي، أوكي؟ صح كريم، كيفاش كانت ردة الفعل تاع الإدارة، تاع العميد، الجامعة؟ تفضل. لقد سقطت عليهم بالباراشوت وليت مدير الدراسات سي كريم، كيفاش كانت ردة الفعل تاعهم؟ أرجوك خلاص اسمعني من الشكر كريم وقول للأخ كريم. أوكي كريم أحسن، كيف كانت ردة فعل الإدارة في الجامعة، العميد، رؤساء؟ أولاً أقول لك حاجة، أني كنت مع صديق لي، أوكي، هو الآن مغتال، أوكي، مغتال، لكن يعني مغتال بطريقة مش من طرف المخابرات، مغتال من يعني اغتال بطريقة لا أفهمها لحد الآن، وأحاول قصر الإمكان التعرف حول كيفية اختياره، وهذه ما ذكرتهاش في أي شهادة. تقدمنا أنا وياه وكان المسمى واسمه
يا ربي يا ربي اعذرني. اوكي تفضل كريم. اللي كان نائب عميد جامعة مكلف بالدراسة طالع ما وش مهم، اعطينا الفكرة فقط كريم. لا اتذكر الاسم جيدا لكن اسمه معروف جدا وسوف اعطيه لكم فيما بعد. هذا كان مكلف كان نائب عام الجامعة مكلف بالدراسات، وصديقي هذا تم رفضه رغم انه من نفس المنطقة اللي نسكن فيها وعنده نفس الشغوف البيداغوجية والجغرافية، تم رفضه وانا تم رفضي في اول مرحلة وبعدين تم قبولي. جميل. بقدرة قادر. اوكي. نعم. من ناحية اخرى. اوكي. لما ابتديت دراستي تكنولوجيا يعني تروكوما تكنولوجي دوزو بعد دير صدر طوازو اختصاص بعد اختصاص. اما دخلت سنة اولى كانوا بالشبيبة وعطولي مهمة مكلف بالإعلام والثقافة والتكوين. أوكي. نعم. وكان عندي أصدر أول وهذه نقولها، وإذا كان واحد يقدر يتحدني في الجزائر أو خارجها يقدر يخرج على هذا المنبر أو أي منابر أخرى، أنا أصدر أول مجلة جامعية في الجزائر وكنت رئيس تحريرها. ما اسم هذه الجريدة كريم؟ اسمها صوت الطالب. صوت الطالب. وإذا أردت سوف أريك، مش عارف إذا كان الوقت يكفينا ولا لا، لكن أوراق كثيرة. بسرعة من فضلك كريم. لكن أوراق كثيرة لا أظن سوف يسمح، لكن سوف من باب التاريخ بين قوسين سوف أقول أنا لا أنتمي إلى رشاد ولا أنتمي إلى أي حركة ولا أي واحد ورائي، وكما أقول بالدرجة لكن حتى واحد راه يطبع فيها، أنا ضميري فقط راه يطبع فيها، ضميري فقط، وأنا مستعد نقدم كل وثائق وراه نكون عندي كل وثائق. كريم إذا رجعنا من فضلك إلى قضية الصحافة في الجزائر، وأنت قلت في عدة مرات أنها مخترقة، كيف يتم اختيار العميل في الصحافة الجزائرية؟ هل عندما يكون الصحفي طالبا ومن بعد يغريوه يقول له سوف نعطيك مكان عمل في التلفزة أو في الصحافة المكتوبة أو المسموعة، والله ينتظروا حتى يكون صحافي في التلفزة أو في الجريدة ما ثم يتم اختياره؟ أولا أخي الكريم، أوكي أخي الكريم، وكما نقولوا بالجزائرية خويا العزيز، أوكي جو سي با اسكو راك متفق ولا راك ضدي ولا راك متفق معايا ولا راك ضد اللي راني إرهابي. ماني ضدك ماني معاك، أنا نحب نعطي المعلومات تاعك ونقدمها للمشاهد الكريم. أنا فقط نقولها من باب التاريخ. أوكي أنا لا أخاف من أي واحد، خوف من ربي سبحانه. أوكي خاصة نحن على يعني أبواب رمضان. نعم exactly. دونك أولا حبيت نقول لك حاجة أولا، أوكي أنه لما التحقت في الجامعة عودة إلى السؤال ديالك، أوكي هذا عبد القادر قام بالاتصال بي وقال لي إحنا نعرفوك، أوكي ونعرفو عائلتك ونعرفو أصلك ونعرفوا باللي انت تخدم المصالح العليا للوطن. قلت انا مستعد نخدم المصالح العليا للوطن لاني انا مؤمن بالمصلحه العليا للوطن وبابا من قدماء المجاهدين وقضى 3 سنوات في السجن. اوكي نعم. وايضا تعرض الى معركه في ولايه المديه وقضى يعني رجله تقريبا راحت ومازال مش عارف يعني الجميع يعني يعرف انك من عائله ثوريه كريم. اكزاكتومون جميل.
نحن نريد قضايا تمس المخابرات الجزائرية. نحن متفقون معك أنك من عائلة ثورية وأبوك كان مجاهدا وسوف يشهد له التاريخ في ذلك، لكن أعطينا حقائق ملموسة نشتهى من فضلك مع المخابرات. المهم هذا السي عبد القادر العباسي هذا اتصل بي وقال لي احنا نعرفه، كنا عارفين الماضي ديالك، كنا عارفين كذا، ونحن مستعدين نقدموا لك كل ما تحتاجه من اجل الخدمه من اجل خدمه المصالح العليا للوطن. قلت له اذا كان مصالح عليا للوطن نو بروبليم، انا مستعد، راني مستعد نخدم. اوكي سو كان في عده لقاءات وكان في عده حوارات وأمرني باش نعد تقرير مفصل على الحياة الشخصية، وبعدين بدأت عملية التجسس في الجامعة حول الموظفين، حول الإداريين، حول المعارضين، حول الأساتذة، وبالإشارة السيد أنور هدام إذا كان في الاستماع الآن يذكر باللي كان في جامعة باب الزبار، وآذن بوجلخة كان في جامعة باب الزبار، محمد سعيد مناي كان في جامعة باب الزبار، صالح دبيري اللي تم اغتياله في طرف دي ار اس كان في جامعة باب الزبار. كريم هذه الأسماء التي تصرح بها كلهم عملاء المخابرات. نعم المهم أنا لا هذا أمر مهم كريم، كيفاش راح تصوتي لي هذه؟ كيفاش؟ هذا أمر مهم. أذكر الأسماء اللي قلت لنا هذو مع المخابرات أم لا؟ أنا واش حبيت طريقة وحشية، قالوا لي أنت عنصر فعال في المجتمع، أنت تقدر تخدم قدمات، أنت تقدر يعني تقدم يعني أعمال جديدة للوطن. إكزاكتومو. وأنا في أول أمر قلت هذا شرف لي كبير، لأن أبي مجاهد وأنا من عائلة ثورية. أوكي قلت هذا شرف لي وقبلت ومضيت على وثائق، وكانوا داروا لي يعني بما يسمى عملية تحضير سيكولوجي، وعملية تحضير 1-to-1 يعني واحد لواحد. نعم. يعني تحمي نفسي، وهذه كنت كتبتها في يعني قناة الحوار من قبل، وأيضا مع يعني قناة رشاد من قبل، لكن المهم يعني انتقلوا يعني من باب التحضير إلى باب التجسس على الواقع الجامعي، خاصة في جامعة باب الزوار، جامعة المركزية، بناكن كريم دون كريم إبراهيم الخروبة والذريعة. كريم والله ما عندناش وقت بزاف، وهذه الأمور كلها قد تحدثت بهم ومشاهدين الكرام يعرفونهم، لذلك حبذا لو نذهب إلى أمور لم تتحدث عنها من فضلك. كريم مثلا هذا الأسماء التي ذكرتها أنور مالك والجماعة اللي قلتهم، هل هم عملاء للمخابرات لحد الساعة أم أنهم كانوا يعملون معهم كمثلك وأوقفوا تعاطيهم ومعاملتهم للمخابرات؟ أريد أن أشير إلى نقطة هامة وحساسة جدا. نعم. أنه في سنة 1988 إلى غاية 1997 كنت أشارك في المسابقة العالمية لجامعة ناصر الأممية بليبيا، هذا ملف الليبي دقيق جدا. سوف نذهب إلى الملف الليبي ونخصص له حصة لوحده لأنه ثقيل جدا كريم، وأنا اطلعت عليه. أريد أن تعطينا معلومات حول الصحفيين الذين يعملون في أجهزة المخابرات، سواء صحفيين لحد الآن في الجزائر أم هم خارج الوطن؟ أولا أريد أن أقول لك شيء، يعني بالنسبة للصحفيين اللي